Anthraquinone glycosides. This video is relevant for the third stage students of Faculty of Pharmacy of Iraqi universities. And in this video, we are going to talk about anthraquinone derivatives. Most of the anthraquinone derivatives are derivatives of anthracene with different oxidation levels, as seen in this figure. Anthracene is made up of three benzene rings, and anthracene, when it gets oxidized, it forms what is called anthraquinone. When it's called anthraquinone, it is made up of two benzene rings, and the middle ring is oxygenated and contain contain quinone group, so it is called anthraquinone. هذا الأنثراكوينون أحيانا يتعرض إلى عمليات الهيدروجينيشن فلما يتعرض إلى one of the oxygen is hydrogenated it will form oxanthrone فهذا الأنثراكوينون يعطينا oxanthrone أو when it gets hydrogenated more hydrogenation it will form anthrone more hydrogenation it forms anthranol or dimerization of two anthrone حيعطينا dianthrone فالانثراكوينون derivatives اما انه يكون عندنا الانثرون او يكون عندنا الديريفاتيف مالته والانثرانول انثرون اند انثرانول او another dimerization of anthrone يعني two anthrone units هذا يعطينا dianthrone أنثرون يعطينا داي أنثرون فإذا الأنثراكوينون ممكن يعطينا الأنثرون يعطينا الأنثرانول أو يعطينا داي أنثرون أو الأوكسانثرون اللي هو another derivative of anthraquinone. Most of them have cathartic effects. The cathartic effect مالتهم أو laxative effect مال الأنثراكوينون عن طريق the stimulation of the colon smooth muscle. طبعا الاكزيستنس مالتها تكون على شكل O and C glycosides الاكزامبل عليها مثلا عندنا الايمودين اللي هو عباره عن O glycoside of anthraquinone derivatives عندنا البرباليون اللي هو C glycoside of anthrone C glycoside of anthrone هو البربليون أو الكاسكاروسايد والسينوسايد اللي هو الأو glycoside of dianthrone دائما الكاسكاروسايد أو البربليون يكون هو derivatives of anthrone الإيمودين هو الأو glycoside of anthraquinone وعندنا السينوسايد اللي هو الأو glycoside of dianthrone derivatives طبعا كليتهم يكون عندهم cathartic effect except of the chrysorobin الكريسوروبين اللي هو ما يعتبر cathartic بيناتهم لكن إذا فد irritant effect وأيضا عندنا الكوكينيل والكوكينيل هو coloring agent اللي هو الكارمين كارمين pigment أو يسموه بالكوكينيل اللي يكون عبارة عن coloring agent إذن هسه إحنا عندنا الأنثراكوينون derivatives اللي هي derivatives of anthracene with different oxidation level when it get oxidized when the middle ring is get oxidized حطينا الأنثراكوينون هذا الأنثراكوينون إذا صارت بعملية الهيدروجينيشن عملية الريدكشن بروسيس فيتحول ممكن إلى أنثران وأنثرون وهذا الأنثرون أما إنه يعطينا أنثرانول أو دايأنثرون أو ممكن إنه يتحول إلى أوكسانثرون ممكن أن يتحول إلى أوكسانثرون أو إلى أنثرون الأوكسانثرون فرق عن الأنثرون أنه الأوكسانثرون يحتوي على H و OH بينما الأنثرون يحتوي على 2H groups هذا ممكن يعطينا الأنثرانول أو الدايأنثرون طبعا ممكن انه تكون الجلايكوسايد على شكل سي جلايكوسايد وهذا السي جلايكوسايد انه يكون الاتاتشمنت مثلا الانثرون ديريفاتيفز هي اكثرها تكون سي جلايكوسايد بيكوز ذا جلايكوسايدك لينكج اكيرز فايا ذس كربون اتوم او قد تكون على شكل او جلايكوسايد اللي هي اللي تكون ديريفاتيف اوف انثراكوينون يعني اللي جايه من الانثراكوينون تكون على شكل او جلايكوسايد واللي جايه من الانثرون تكون على شكل سي جلايكوسايد
ايضا ممكن الداي انثرون ايضا يكون على شكل اوكدايكوسايد لانه الاتاتشمنت اوف ذا شوجر يونت اكرز ثرو ذس اوكسجين. كليتها تكون طبعا كل الانثراكوينون ديريفيتيفز بها كاثارتيك افكت ما عدا الكريساسوربين. الكريساسوربين اللي هو اريتنت والكوكونيل اللي هو الكلرينج ايجنت، لكن البقيه كليتها تعتبر هي ستيمولنت لاكزيتيف. الانثراكوينون ديريفيتيفز طبعا اذا تريد ترقم الانثراكوينون نبدي من هذه الكربون اتوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فلهذا الجلايكوسايدك لينكج بالانثراكوينون اكرس ثرو ذا كربون اتوم نمبر 9 اند كربون اتوم نمبر 10. فمثلا احنا عندنا الايمودين، هذا الايمودين ديريفيتيف قلنا هو انثراكوينون ديريفيتيف يكون بولي هيدروكسيليتد، ات كونتينز هيدروكسيل جروبس ات كاربون اتوم نمبر 1 نمبر 3 اند نمبر 8 اند كونتين ميثيل جروب ات كاربون اتوم نمبر 6. التسميه مالته 1 3 8 تراي هيدروكسي 6 ميثيل انثراكوينون، هذا الايمودين. عندنا الالو ايمودين، الالو ايمودين هم نفد اتس ديريفيتيف اوف ايمودين، هم انثراكوينون ديريفيتيف اللي بي 18 داي هيدروكسي 3 هيدروكسي ميثيل 910 انثراكوينون. ليش نسمي 910 انثراكوينون؟ بيكوز ات كونتينز ذيس دبل bond with oxygen at carbon atom number 9 and carbon atom number 10. فإذا الأنثراكوينون derivatives اللي هي الإيمودين والألو إيمودين. الكريسوفانول، الكريسوفانول اللي هو بي هيدروكسيل جروبس ات كربون اتوم نمبر 1 اند نمبر 8 اند ميثيل جروب ات كربون اتوم نمبر 3. وعندنا الرين، الرين از ديفرنت فروم ذا اذرز ذات ات از كاربوكسيليتد ات كربون اتوم نمبر 3 ات از ا ديريفيتيف اوف كاربوكسيليك اسيد. Its name is 4,5-dihydroxy. يعني أنه الترقيم هنا ما دام عندنا الهيدروكسيد جروب at this position, so the numbering should start from this one. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The naming 4,5-dihydroxy, 9, 10 di. أوكزو أنثراسين هو نفسه أنثراكوينون أو داي أوكزو أنثراسين 2 كاربوكسيليك أسيد، من هنا عندنا كاربوكسيل جروب. فإذا الأنثراكوينون ديريفيتيف مثلا الكريسافانول، الرين، عندنا الرين، الكريسافانول، الإيمودين والألو إيمودين. الرين هو عبارة عن ديريفيتيف أوف كاربوكسيليك أسيد، وعندنا الالو ايمودين، الايمودين يكون تراي هيدروكسيليتد انثراكوينون ديريفيتيف. الالو ايمودين شويه يختلف عن الايمودين انه يحتوي على هيدروكسي ايثيل جروب ات كربون اتوم نمبر 3. وعندنا الالو ايمودين وعندنا الكريسافانول وكذلك الرين. النوع الثاني هذا الانثراكوينون ديريفيتيف، عندنا الكاسكاروسايد او الكاسكارا ساغرادا او النبات اسمه الكاسكارا بيور شاينا. هذا هو عباره عن انثراس انثرا انثرون ديريفيتيف لانه يكون على شكل سي جلايكوسايد. At the same time it is also O glycoside because it contains glucose residues at carbon atom number 10 through the C glycosidic linkage. وهو يعتبر عن انثرون ديريفيتيف وفي نفس الوقت O glycoside لانه واحد من الهيدروكسيل جروبس تكون ايضا بها glycosidic linkage with the sugar. هذا الانواع مالتها هي عندنا 3 4 تايبس اوف كاسكاروسايدز اللي هي الاي والبي والسي والدي. طبعا هذا الكاسكارا ساغرادا هي تاخذ من الباركس اوف ذا كاسكارا بيور شاينا، هاي الشجره عندنا. الكونتنت مالتها يحتوي على الكاسكاروسايد ويحتوي ايضا على الالو ايمودين. الالو ايمودين مثل ما ذكرنا هو عباره عن الانثراكوينون ديريفيتيف، بينما الكاسكاروسايد اللي هي عباره عن انثرون ديريفيتيفز.
الكسكرة سكرادة ازرج ان كسكروسايد، واللي هي عندنا اربع انواع كسكروسايد اي بي سي دي، اند ريدوسد فورم اوف انثرا، واللي هي ذا ريدوسد فورم اوف ذا انثراكوينون، لانه صاير بها ريدكشن ات ذس سايد، فهي عباره عن انثرون ديريفيتيفز، وقد تكون انثرانون ديريفيتيفز، اند ذس وان can be oxidized upon storage into anthraquinone. يعني خلال عملية الخزن ممكن تتكسر هذه الجروب، وممكن أنه الأنثرون يتأكسد ويتحول إلى anthraquinone. أن النبات الأخ هو الروبارب، هو الرايزونس of the rheum plumatum أو rheum officinale. دي البلانت الكسكرة سجرادة هي عبارة عن تري، يسموها كسكرة بيور شاينة، اللي هي عبارة عن بيج تري، بس هذا يكون عبارة عن رايزوماتوس بلانت، يعني ينمو على شكل رايزومز، اللي هي سيقان تنمو بجانب الأرض، واسمها روهم بلاماتوم أو روهم أوفيشينالي. هذا النبات بهالشكل اسمه روبارب. The main consistent of the rhubarb هو الروين. الروين اللي هو عبارة عن الأنثرون ديريفيتيف. هذا الأنثرون ديريفيتيف أيضا يكون على شكل أوغليكوسايد through the 8 hydroxyl group. وأيضا الروبارب يحتوي على تانينز that are constipated. طبعا تعرفون انه التانينز دائما تسوي امساك، فلهذا الروبارب يعتبر مايلد لاكزيتيف. ليش يكون مايلد لاكزيتيف؟ لانه يحتوي على التانينز. التانينز اللي هي بها constipative effect، فممكن نسوي constipation او امساك، فبالتالي تعادل اللاكزيتيف effect مال الروين، فلهذا يعتبر هو مايلد لاكزيتيف، مو مثل الكسكارا سجرادا اللي يكون سترونج لاكزيتيف. عندنا الستركتشر اللي هو الالو، هو الدراي جوس اوبتيند فروم فابورايزيشن اوف ذا دراينج فروم ترانسفيرس ليفز اوف الو. الالو هو نبات الصبار، فالنبات الصبار الليفز مالته بعد ما يسوي لها دراينج يطلعون الجوس مالتها. الجوس مالتها الدراي جوس ذات از اوبتيند يحتوي على الانثراكوينون ديريفيتيفز. النبات اسمه الالو باربادينسيس. هذا ذا مين كونستيتوينت اوف الو هو البارباليون، والبارباليون هو عباره عن الوين اي والوين بي، فهو هذا موجود بنبات الصبار. طبعا الباربليون هو عبارة عن سي جلايكوسايد، إذن هو عبارة عن شنو؟ أنثرون ديريفيتيف، and it is a mixture of ألوين A and ألوين B. طبعا الألوين A والألوين B الفرق بيناتهم هو الأورينتيشن around orientation of the glycosidic linkage around C10. ايضا هو بي سي جلايكوسايد، واكو ايضا ممكن يصير بي او جلايكوسايد، يسموها ايضا الالونوسايد اي اند الالونوسايد بي. طبعا هنا يصير بي اتاتشمنت وذ رامنوز مويتي at this carbon atom. فاحنا عندنا اذا المين كونستيتوينت اوف الو هو البارباليون، اللي هو عبارة عن سي جلايكوسايد، وهذا السي جلايكوسايد هو انثرون ديريفيتيف، وعندنا نوعين من عنده هو الالوين اي والالوين بي، والستيريو ايزومرزم اكرز اراوند كاربون اتوم نمبر 10. And also we have O-glycoside of alanine A and alanine B بعض الأحيان. يعني another sugar unit come to attach to the ethyl hydroxy group of carbon atom number 3 of the anthron ring.
فهذا تجي مرات الرامنوس شوجر ات ذيس بوزيشن، وهذا يسموه بالالونوس سايد، وعندنا نوعين من الالونوس، الونوس سايد، الونوس سايد اي اند الونوس سايد بي. وعندنا ايضا النبات الاخر الفرنجوله، الفرنجوله هي الدرايد برودكت اوف ذا رامنوس فرنجوله اللي هي الرومناسيا، وايضا يحتوي على ماده اسمها الفرنجولين. فاذا النباتات اللي تحتوي على الكاثارتكس اللي هي الالو اللي وايضا بالمواد مالته هي الباربانيون اللي هو عباره عن انثرون ديريفاتيف، والباربانيون ينقسم الى الوين اي اند الوين بي، والفرق بين الالوين اي والالوين بي هو الاستيريو ايزومرزم اراوند كاربون اتوم نمبر 10، كاربون اتوم نمبر 10 اوف ذا انثرون رينج، واللي هي طبعا اللي تعطينا السيجلايكوسايد كلينكج. وايضا مرات عندنا الالوينوسايد اي اند الالوينوسايد بي، واللي هي عباره عن جلايكوسايد اوف الوين اي فيعطينا الالوينوسايد اي، والجلايكوسايد اوف الوين بي يعطينا الالوينوسايد بي، وهذه الالوينوسايد اي وبي ايضا بها انذر جلايكوسايد كلينكج وذ رامنوس شوجر ات ذا ايثيل هيدروكسيل جروب اوف كربون اتوم نمبر 3. هذا بالنسبه للالو. عندنا الفرنجوله اللي اوبتيند فروم ذا رامنوس فرنجوله، والرامنوس فرنجوله تحتوي على ماده الفرنجولين. وايضا عندنا الكسكرس الروبر، الروبر هو عباره عن رايزوم بلانت، ات جروز از رايزوم اند ات جروز از سمول شراب اند ذس اور از رايزوماتوس بلانت، وهذا بالنسبه للبلانت النيم مالته هو روم اوفيشينالي او روم بلاماتم، ويحتوي على ماده الروين، والروين هو ايضا هو عباره عن انثرون ديريفاتيف، لكن هذا الانثرون يكون على شكل او جلايكوسايد. الروين هو بحد ذاته يعتبر جود كاثارتيك، لكن الروم بلاماتم تحتوي بالاضافه الى الروين تحتوي على التانينز، والتانينز هي بها كونستيبيتيف افكت، فلهذا الروبرب يعتبر ما laxative. ايضا احنا عندنا الكسكارا ساجرادا اللي obtained from the plant كسكارا كسكارا بيور شاينا، وهذا بماده اسمها الالو ايمودين، وايضا تحتوي على الالو ايمودين اللي هو عباره عن انثروكوينون ديريفاتيف، ويحتوي على الكسكاروسايد، والكسكاروسايد هي عباره عن انثرون ديريفاتيفز، والكسكاروسايد تنقسم الى كسكاروسايد اي وبي وسي اند دي، وايضا الكسكاروسايد هي عباره عن سي جلايكوسايد وبنفس الوقت هي او جلايكوسايد، لانه تكون سي جلايكوسايد نتيجه وجود الجلايكوسايد كلينكج وذ كاربون اتوم نمبر 10 اند الهيدروكسيل اوف كاربون اتوم نمبر 8، ايضا بها جلايكوسايد كلينكج وذ شوجر يونت، فبالتالي هي تعتبر الكسكاروسايد سي جلايكوسايد اند او جلايكوسايد ات ذا سيم تايم. وعندنا المواد اللي هي مشهورة كمواد، عندنا الإيمودين والألو إيمودين، وعندنا الكريسوفانول، وعندنا الروين، وأيضا عندنا الكاسكاروسايد، وأيضا عندنا الرويم روين، والروين هو مشكلته موجود بالروبر ويا تانينز، فهذا خلاه يكون مايلد جوت مايلد لاكزيتيف افكت. وايضا عندنا الالو المودين، الالو اللي ياخذوه من الالو باربادنسز، وهذا هو نبات الصبار، ف يؤخذ من الجوس الدراي جوس اوف ذا ليفز اوف ذا الالو باربادنسز، وهذا يحتوي على الباربانيون، والباربانيون ينقسم الى الوين اي اند الوين بي، وايضا مرات يكون على شكل سي جلايكوسايد اند ات ذا سيم تايم او جلايكوسايد، واللي هو اللي يسموه الينوسايد، الينوسايد اي اند الينوسايد بي. الفرنجوله اللي هي رامنوس فرنجوله او تنتمي الى الرامناسيا، وتحتوي على ماده اسمها الفرنجولين. ايضا عندنا السنه اللي هو الالكسندريا سنه، السنه نبات السنه مكي، هي النبات اسمها كاسيا اكيوتوفوليا، وعندنا الكاسيا انجستوفوليا، هذا نبات السنه
نبات السنة بي داي اثرون ديريفيتيفز. طبعا احنا قلنا الكاسكارا ساجرادا والالوين اي بي هي عباره عن اثرون ديريفيتيف، هسه صارت عندنا داي اثرون ديريفيتيف اللي هي السنه. هذا الداي اثرون ديريفيتيفز هو داي اثرون اوف الو ايمودين وذ روين، يعني روين اند الو ايمودين. الروين بي كاربوكسيل جروب والالو ايمودين يصير بي دايميرايزيشن وذ روين فينطينا سينوسايت. السينوسايت تنقسم الى سينوسايت A و B و C و D. زين الفرق بيناتهم انه السينوسايد A عن سينوسايد B كاربون اتم الار جروب مالتها، احنا عندنا الار 1 والار 2. فبالنسبه للار 2 بالسينوسايد A and B هي كاربوكسيل جروب، لكن بالسينوسايد C and D اللي هي عبارة عن ميثانو عندك جروب. وهذه السينوسايد أيضا تكون على شكل ترانس and cis isomers according to the stereochemistry around this carbon atom and carbon atom number 3. الدايانثرونز اوف سنة ار هومو دايانثرونز اور هيترو دايانثرونز. الهومو دايانثرونز انه الانثرون ديريفيتيفز هي اثنيناتها تكون متشابهة، لكن الهيترو دايانثرون مثلا هسه هذا اللي قدامنا بي الو ايمودين وروين فيسموه هيترو دايانثرون، يعني بي الوين وايضا بي الو ايمودين وبي روين فيعتبروه هيترو دايانثرون. مثلا البوث يونتس ان ذا هومو دايأثرونز ار روين، فالاثنيناتهم مثلا هنا لانه الروين هو يكون بكربوكسيل جروب، فاذا هنا هم اكو كربوكسيل جروب اثنيناتهم حتصير روين، فهذا نسميه بالهومو دايأثرونز. اللي مثلش عندنا سينوسايد اي اند بي اثنيناتها تعتبر هومو دايأثرونز. الهيترو دايأثرونز مثلا يكون عندنا دايمرايزيشن بين الروين والالو ايمودين. إذا صار عندي دايمرايزيشن بين الألوين والألو إيمودين والروين فبذاك الوقت ينطيني السينوسايد سي أند دي. فالفرق بين السينوسايد A بي عن السينوسايد سي أند دي أنه الـ A والـ B اللي هي عبارة عن هيترو عبارة عن هومو عبارة عن هومو دايأثرونز مكونة من 2 روين جروبس، بينما السينوسايد سي أند دي بها الو ايمودين اند روين فيعتبروه هيترو دايانثرونز. هاي بالنسبه لللاكزيتيف انتراكوينون. عندنا انذر وان از كارمين. الكارمين هو ما بي لاكزيتيف افكت، بينما ينطينا فت كلر ات از ذا ريد بيجمنت اوبتيند فروم ذا كوكونيل لوز اللي هو داكتيلوبيوس كوكس. Which lives in cacti with a concentration of 50% carbonic acid. طبعاً هذا الكارمين هو الريد بيجمنت، هو الصبغة الحمراء اللي نأخذها من الكوكونيل لوس. الاسم العلمي للنبات اسمه داكتيلوبيوس كوكس، وهذا دائماً يعيش ويا الكاكتاي، يعيش ويا النبات الصبار، ويحتوي على تركيز الكارمينيك أسيد بنسبة 50%، والكارمينيك أسيد هو صبغة غذائية يسموها E120. الكوكونيل is a crude drug that got 10% of red water soluble carminic acid, a C glycoside, وهو عبارة عن C glycoside of anthraquinone. الكوكونيل هو الكرود دراج يحتوي على 10% من مادة الكارمينيك أسيد، والكارمينيك أسيد هو C glycoside. ممكن يستخدمون الكارمين باللبستكس أو بالفود أو الكونفكشنريز أو البيفراجز. فهذا الستركتشر مال الكارمينيك اسيد. الكارمينيك اسيد اللي هو عبارة عن
3-6-A-3-5-8-trihydroxy-1-methyl-anthra-oxy-9-10-dioxy-anthracene. كربوكسيليك أسيد. هذا بالنسبة للكارمين. الكارمين ممكن أنه نأخذه من الكوكس لوس اللي هي تعيش على نبات الصبار اللي هي هاي الحشرة، اسمها دوكتوليبيوس كوكس أو الكوكني لوس، يعني هو يسموه الكوكني لوس، لوس يعني قمل. فكوكوني لوس أو دوكتوليبيوس كوكس هذه تعيش على نبات الصبار. It lives on cactus and contain this red pigment. هذا الريد بيجمنت اسمها الكارمين أو يسموه بالإي 120 واللي هو ديريفيتيف أوف كارمينيك أسيد. هذا يستخدمه بالليبستيكس ويستخدمه بالكونفكشنريز، ويكون على شكل سي جلايكوسايدز of anthraquinone derivative. تشوف انه رقم 9 و10 تبقى على شكل anthraquinone، وايضا يحتوي على كاربوكسيل جروب ات كاربون اتوم نمبر 2، يحتوي على 3 هيدروكسيل جروبس. وهذا المركب يستخدم لاغراض مواد التجميل او لاغراض غذائيه. النوع الثاني يسمون الهايبرسين، هو dimeric anthron derivatives present in the leaves and the flower of the hypericum perforatum. اللي هو الهايبريكم perforatum هو San John wort، اسمها الهايبريكم perforatum. وهذه تحتوي على مادة الهايبرسين اللي هو عبارة عن dimeric anthraquinone derivative. طبعا الهايبرسين بمشاكل is photosensitizing and cause light sickness in animals. يسوي لنا redness of the skin، يسوي لنا burns، ويحفز لنا الهيموليسيس. وايضا ممكن يحفز الابيليبتيك فيت ويؤدي الى الانيمال ديث. ايضا بي انتي ريتروفايرال افكت اجينست انفلونزا اند هيربس بالنسبه للميديكال يوز، وبيها انتي ديبريسنت افكت. إذا الهايبرسين هو عبارة عن دايميريك أنثروكوينون، عبارة عن دايميريك أنثروكوينون ديريفيتيف، فاثنين أنثروكوينون ديريفيتيف يصير به دايميرايزيشن بهذا الشكل. وهذا المادة ممكن أنه يسوي لنا irritating effect للنيرفوس سيستم، وممكن يسبب لنا epileptic fit أو irritating effect للسكن، يسوي لنا blisters، يسوي لنا burns، يسوي لنا photosensitization. بيها تأثير بي أنتي الهايبرسين شافه بي أنتي أنتي هيربس effect، وأيضا بي فد أنتي depressant effect. وهذا ممكن أنه يحصل عليه من الهايبريكم بيرفوراتم اللي هو سانت جون وورت. And thank you very much for your listening.